أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى مع صمام الأمان الأكبر على الأغذية والصحة النباتية في مصر. أهلا دكتور مرة. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. احنا كنا بدأنا نتحمس وبعدين فاجئنا الفاصل. خليني أؤكد أكرر إن النقطة اللي كان بيقولها دكتور حضرتك الدكتور حسن فيما يخص تجارة الأكواد وفيما يخص عدم الدقة في تقدير الإنتاجية بتاعت المحصول والأرض، ده كان بيرجع لي أساسا لسوء تقدير المساحة أو عدم الدقة في تقدير مساحة الأرض الزراعية، وبرضه بيرجع لعدم فتح الباب للجميع إن هو يكود. كان في ناس ما بتعرفش تكود بسبب التكاليف وبسبب انها ما بتقدرش تتحمل مصاريف التكويد وبالذات المزارع الصغيره. احنا دلوقتي عملنا زي ما قلت، فتحنا الباب للجميع انه يكود، اي حد لو عنده مزرعه من اول فدان يقدر يكودها. اعتقد كانت الاول الشرط انه يكون 10 فدان. يعني هو ما كانش بيعرف يتوافق مع الشروط اللي هو اقل من 10 فدان، كان صعب جدا انه يتوافق مع وبعدين في بدايه المنظومه كمان اول ما بدات كنا بنشترط ان المزرعه يكون معاها جلوبال جاب، فكلمه جلوبال جاب دي ما فيش، مش هتلاقي عندك مزرعه اقل من 50 فدان معاها جلوبال جاب. فكان الاول كانت الموضوع صح. احنا طبعا لغينا شرط الجلوبال جاب، ما بقيناش نطبقه بس في الاخر خالص كتمهيد للمنظومه الجديده. انما المنظومه الاصليه لو بصينا في القرار الاصلي قرار 670 كان بيشترط الحصول على جلوبال جاب، وبيشترط كمان المحطات ان يكون معاها البي ار سي والهاسب والحاجات دي. فطبعا الكلام ده مكلف جدا، يعني مش كل المحطات تعرف تصدر المفارش ومراكز التعبئه بتاعه البصل، ما ينفعش تعتمد. فطبعا احنا بذلنا مجهود جامد جدا عشان نلغي الكلام ده، وفعلا بالتواصل والتفاوض مع مجلس التصديري وكده مع وزارة التجارة، لأن طبعا كان قرار مشترك، قدرنا نلغي الحاجات دي مبدئيا لكن كتمهيد للمنظومة الجديدة. حاليا في المنظومة الجديدة قانونا ورسميا مش مشترك جلوبال جاب، ومفيش حد أدنى. أنا بس بحاول أقف تاني عند الجلوبال جاب، بحاول أفسرها للسادة المشاهدين. هي جلوبال يعني عالمية، منظمة عالمية تعني بالجي اي بي اللي هي جود أجريكلتشر براكتس، يعني الممارسات الزراعية الجيدة اللي هو اتكلم عنها معالي الدكتور أحمد كمال عطار. بالظبط، فاحنا الجود اجريكلتشر براكتس او الممارسات الزراعيه الجيده احنا هنساعد المزارع بنفسنا وهندعمه عشان يعملها، وهنراقب بس عليه ان هو بينفذها فعلا. طب في واحد ممكن يجي يقول لحضرتك بس انا مزارع صغير فدان او 5 فدان او 10 فدان، المفروض تدعمني. احنا كده داعمينه، زي ما قلت لحضرتك انا لما اجي اقول مش عارف حضرتك دعمه بايه، هقول له ادي الخمس فدادين دي رسوم التكويد بتاعتها 1000 جنيه، وزي ما قلت ان المزرعه اللي هي الخمس فدادين دي انا عشان اكودها محتاج ان انا ارفع الاحداثيات المزرعه بالجي بي اس، ودي لوحدها بتتكلف حوالي من 500 ل 600 جنيه لشركه الاحداثيات اللي بترفع الاحداثيات دي، اقل حاجه ده الجي بي اس. ده الجي بي اس بس. نعم. العربيه اللي بتنزل تاخد اللجنه عشان تروح ترفع الاحداثيات وتعين المزرعه بتتاجر في اليوم باكتر من 900 جنيه. الكتيب اللي انا بديه له اللي فيه الممارسات الزراعية الجيدة اللي هو هياخده علشان خاطر يطبقه طول الموسم عشان يستعيد بيه عن الجلوبال جاب، ده لوحده يساوي ألوفات، لأن هيلاقي فيه كل المعلومات الفنية والاستشارية اللي هو محتاجها، اللي هو الكتاب ده لو حب يشتريه عشان يشتريه هيلاقي كل المعلومات الخاصة بالوقاية والمكافحة وبالمبيدات وبالأسمدة وبالإرشاد، الحاجات دي كلها متجمعة في كتابه، وباشتراطات الدول المستوردة وباشتراطات التصدير وبالإجراءات، كل الحاجات دي المعلومات دي بفلوس هو بياخدها، أنا بديها له ببلاش ما بديلوش أي حاجة. السؤال هنا معالي الدكتور، معلش، واحد يقول لك طب انت عملت لي رفع بالجي بي اس السنه دي وبياناتي كلها عندك وفي داتا بيز على كمبيوتر في الحجر الزراعي، لازمته ايه السنه الجايه؟ لازمته ان مفيش حد بيستمر على نفس الحاله. هو دلوقتي انا اضمن منين ان نفس الحيازه بتاعتك دي ما اتغيرتش؟ هو انت مش ممكن تكون عندك مزرعه السنه دي 10 فدادين والسنه الجايه انت بعت منها 5؟ انا هعرف من تيجي تقول لي بقى انا عندي 10 فدادين، هروح انا مقدر لك على ان عندك 10 والحقيقه ان معاك 5. نرجع لقصه بيع الاكواد، ليه بقى انت واخد ورق ب 10 فدادين في حين ان المساحه الفعليه عندك 5؟ فالانتاجيه اللي انت واخدها بالورق انتاجيه ال 10 فدادين ان معاك 100 طن تصدرهم وانت ما عندكش فعليا غير 5، هتعمل ايه؟ هتروح تبيع الورق اللي معاك ده اللي ملوش محصول، تبيعه للمصدر من غير ما يكون عندك طبعا محصول. الاعتماد على حصر الجمعيه الزراعيه ثم التصعيد للاداره ثم المديريه ثم اداره المديريه ثم القطاع الخدمات، دي قصه طويله. لا قصه طويله وهتكلف أعرف. وهتكلف اصعب وهتكلف اكتر اكتر ودقتها اقل. انا شورت كات، انا بيني وبينك الارض الواقع
تعالى خدني وديني على الارض. الحصره اللي حضرتك بتقول عليه من خلال الجهات الحكوميه دي كان بينتج عن ايه؟ ان المزارع المصدر كان بياخد اللجنه بتاعتنا ويودي المتلاعب طبعا ياخد اللجنه يوديها الارض. المهندس بتاع الحجر الزراعي او بتاع المجلس مش هيعرف يفرق الفرق ما بين 20 و25 فدان. العين ما تجيبش الفرق طبعًا. في الخمس فدادين دول طبعًا. فيروح قايل له الارض 25 فدان وهو معاه ورق منها ب 25 في حين ان هو اصلا بايع منهم خمسه وهم اصلا 20. فطبعا التقدير الانتاجيه على ان هم 25 لكن هم 20. وباش بس كده كان ياخده يكود المزرعه وبعد ما يكود وياخد الورق وكل حاجه يروح مخرجه ويقول له ده انا عندي مزرعه ثانيه وياخده ويلففه من الناحيه الثانيه ويوديه من الزاويه الثانيه من المزرعه ويدخله نفس المزرعه. انا بحاول اكون طرف غايب بعد انا بقول انا عارف انا سعيد جدا بده. الحجر الزراعي اللي نازل عنده بالفعل القدرات والمعرفه والخبره انه يقدر يعمل تقدير محصول الفدان الطماطم مثلا او التقدير فدان الموالح ده شايل كام طن. التقدير دلوقتي مع مع دقه المساحه هيبقى سهل جدا. انا لو جيت بمنتهى البساطه هم طبعا بيتدربوا على الكلام ده وبنجيب ناس من معهد البساتين ومن ناس من الجهات اللي خاصه بالتقدير الانتاجيه في كل محصول بيدوه الناس اللي عندنا دورات متخصصه للمهندسين المسؤولين عن التكويد. بس هو الاساس المساحه ليه؟ انا فرضا عندي حسبت المساحه صح وعرفت ان الارض دي فعلا فيها 10 فدادين وجيت عديت الشجر اللي في الخط وضربته في المساحه فعرفت الشجر بطريقه دقيقه لان المساحه اصلا دقيقه. كل اللي هعمله هجيب هفضي شجره هاخد انتاجيه شجره واوزنها واروح ضربها واعمل لها متوسط او كذا شجره واعمل لها متوسط. استبعد كميه للسوق المحليه لا في الفرزه انا بستبعد طبعا في نسبه فرزه بس نسبه الفرزه دي بتتحسب بطريقه رسميه على كل المحاصيل يعني معروف ان ده قد يكون تقدير لشخص والشخص ممكن يبقى في نسبه فرزه اللي هي الحد الادنى للفرزه دي بتبقى معروفه وفقا للمحصول ووفقا لكل موسم وبنقدرها للمحصول ومش بس كده بيتعاد تقديرها تاني في المحطه. يعني انا مثلا قدرت لك ان الانتاجيه اللي جايه من المزرعه دي انها 100 طن. انت وانت بتطلع من المحط من المزرعه مودي المحطه دخلت ال 100 طن كلهم في المحطه انا صدرت لك منهم 70 بس فالكود بتاعك ده خلاص هو خد 70 بس. وعشان بس ما حدش يزعل ويقول ما الفرزه دي بتنزل في السوق المحليه. الفرزه التصدير ده يا جماعه ممكن يبقى ايه؟ حبايه انا عاوز حبايه مثلا قطرها قد كده هي كبرت شويه هي صغرت شويه انما مواصفاتها كثمره غذائيه سليمه اذا ارتبطت المزرعه بالممارسات الزراعيه الجيده اللي احنا بنقول عليه. مفيش فرق يعني ما فيهاش لا اصابه حشريه ولا فيها عيوب ظاهريه بسيطه. ان التصدير عاوز مثلا الكرتونه تبقى احجام موحده انا عندي حبايه كبيره قوي او صغيره قوي ده اللي بنقول عليه فرزه التصدير اللي بنشوفه في اكياس على العربيات في مع الباعة الجائلين. طبعا انا باكد على كلام حضرتك الفرزه كلمه فرزه بتاعت التصدير لا تعني ابدا منتج غير مطابق للمواصفات لا خالص. الفرزه دي تعتمد على اشتراط الدوله. انا جاي اصدر للصين والصين طالبه مني بصل بحجم كذا قطر البصلايه ما يزيدش عن كذا فانا ممكن البصل الصغير هاخده ونستخدمه عندنا بناكله مع الفول وبناكله مع الاكل مع السلطه مع الحاجات دي ده هينفعنا انا بس هو ما في الصين عايز بصلايه حجم كبير ففي الحاله دي ده اسمه فرزه. مش معناه ابدا ان البصل اللي انا خدته ما صدرتوش ان ده غير مطابق لا خالص ده هو مطابق للمواصفات وكل حاجة لكن في شرط معين من الاشتراطات اللي طالبها الدولة لا ينطبق عليه. حتة سياسية لو تسمح لي في اخر دقيقتين من الحلقة ما تزعلش مني. لا عناية. هناك بعض المسؤولين في الجهات الرقابية كلها يقول لك ملكيين اكتر من الملك. يعني ممكن يتصل بصديق له في الامارات يقول المفروض الفلفل الملون اللي يجي لك ده هو بيبقى لونه برتقاني ايه انت حاول تقول انه برتقاني بلس. هم اللي يحطوا المواصفات للجهات المستورده وبالتالي بيحصل فيه تعسف امام صادراتنا. هل الكلام ده لسه موجود؟ هقول لحضرتك حاجه معلش مع احتفاظي باللقب احمد كمال عطار حاجه تانية. لا لا طبعا الكلام ده موجود فقط فيما يخص المعايير التجاريه بمعنى عرض وطلب للمعيار التجاري لكن لا غير موجود في الاشتراطات اللي هي بتاعت التصدير. يعني مثلا يجي حد اللي عايز يطلب حاجه زي كده بيطلب بس بتمنه بقى يدفع ثمنه. انت عايز تطلب حاجه زي كده خلاص يبقى تاخد الكرتونه بدل ما احنا بنبيعها بنصدرها بره بخمسه ب 50 دولار هنديها لك احنا ب 100. مش انت عايز طلب زياده انت حر خد بس هنديها لك بضعف الثمن. فهو في الحاله دي الاشتراطات اللي هي تتعلق بالجوده او بالمعايير اللي هي التجاريه المغالى فيها دي
نتركها للتفاوض ما بين المصدر والمستورد كمعايير تجارية، لكن كدولة تيجي كحجر زراعي بتاع دولة يجي يقول لي أنا عايز أشترط عليك أن الفلفل يكون كذا ولا دولة بتاع دي، أقول له لا أنا آسف الكلام ده لا يتم، وفعلا حاليا لا يتم أبدا وضع هذه الاشتراطات في الاشتراطات الحجرية اللي بتتصدر بيها، ولا يتم الاعتماد عليها نهائيا. احنا كل شروطنا اللي بنصدر بيها دلوقتي شروط فنية فقط، وأي دولة بتحط لي شرط تجاري او شرط يختص بالجوده بتاع برفض وبقول لهم لا ده يخضع للمعيار بالعرض والطلب بين المصدر والمستورد. انت مش عايز تاخد الثمره اللي لونها كذا، خلي المصدر بتاعك يقول للمستورد ما تجيبليش الثمره اللي لونها كذا، لكن انا كحجر زراعي كجهه رقابيه انا مش هنفذ الكلام ده. انا اي ثمره سليمه هصدرها، انت بقى مش عايز المصدر بتاعك المستورد بتاعك عايز اللون معين درجه اللون ادفع بقى. بس وقت انتهى، وانا اسف الكلام مع الدكتور احمد كمال عطار محتاج ساعات طويله. الله يكرمك. انا بشكر حضرتك جدا على الحلقه الثريه المثيره دي. الله يخليك. العفو. وعلى امل ان احنا نجددها ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. حضرات الساده المشاهدين، ارجو ان تكونوا قد استمتعتم اليوم وعرفتوا احنا بناكل ايه وبننتج ايه وبناكل ازاي، وكل الجهات الرقابيه اللي بتشرف على اكلك وشربك مش نايمه في الخدمه. مصر بخير طول ما المزارع نفسه امين، وطول ما في جهات رقابيه على رأسها رجل مثل الدكتور أحمد كمال عطار. والله ليست مجاملة أبدا. شكرا جزيلا. تصبحون على ألف خير. شكرا جزيلا.